يقول: متى تكون سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام؟ هذا سؤال مهم الحقيقة، وينبغي للسامعين أن يتفطنوا لما سنقول إن شاء الله. سجود السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه بعد السلام، سواء كانت الزيادة قولية أم فعلية. فمثال الزيادة القولية: إذا سلم الإنسان من صلاته قبل تمامها ثم ذكر فأتم الصلاة، فإنه هنا يسجد للسهو بعد السلام، نعم، لأنه زاد زيادة قولية وهو السلام في أثنائها، نعم، فكان السجود بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين وسلم ثم ذكر فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم. نعم. وكذلك لو زاد ركعة في صلاته فصلى الفجر ثلاثا أو المغرب أربعا أو الصلاة الرباعية خمسا فإنه يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وسجد سجدتين وسلم. نعم. فهذا أيضا الزيادة يكون السجود في الفعلية، يكون السجود فيها بعد السلام. قد علمت دليلهما، دليل الزيادة القولية والفعلية. أما تعليل ذلك من الوجهة النظرية، فإن التعليل هو أن لا يكون في الصلاة زيادتان، لا يكون في الصلاة زيادتها، نعم نعم، وهي الزيادة القولية والفعلية التي وقعت سهوا وسجدة السهو. فلهذا كان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام لئلا يجتمع فيها زيادتان. نعم. وبهذا عرفنا أن القاعدة أنه إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل بها الصلاة كالسلام مثلا، سهوا أو زيادة فعلية تبطل بها الصلاة أيضا، وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام، وذلك للدليل الأثري والتعليل النظري. نعم. أما إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة فإنه يكون محلهما قبل السلام، مثل أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقوم، فإنه إذا نسى التشهد الأول، يعني التشهد الأوسط كما يقول العامة، نعم، ثم قام لا يرجع إليه بل يتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم، ويسجد قبل أن يسلم، نعم، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في صلاة الظهر أو العصر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم. وكذلك لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يكبر في الانتقالات، فإنه في هذه الحال يكون السجود قبل السلام لأنه عن نقص في الصلاة. دليله ما أشرنا إليه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وسجوده قبل السلام. أما تعليله فلأن الصلاة لما كان فيها هذا النقص كان من المناسب أن يسجد للسهو قبل أن يسلم منها حتى يوجد الجابر قبل انتهائها، لأن هذا السجود يجبر النقص، فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه بعد أن يسلم. أحسنتم. وهناك أيضا في مسألة الشك، إذا شك الرجل هل صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية مثلا، نعم نعم، فإن كان الشك متساوي الطرفين لا يرجح لا الثلاث ولا الأربع جعلها ثلاثا، يعني بنى على الأقل، نعم، وأتم عليه وسجد للسهو قبل أن يسلم. نعم. أما إذا كان الشك مترجحا عنده
بأن ترجح عنده أنها ثلاث أو أنها أربع فليتم عليه، أي على ما ترجح عنده، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. نعم أحسنتم. بقي سؤال سيف الدين المحجوب، يكون في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم.